تفقد محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر الأضرار التي خلف الإعصار تيج في مديرية حصوين وأحوال المواطنين والمناطق المتضررة جراء الأمطار الغزيرة والسيول. وأوضح المحافظ أن مديرية حصوين هي الأشد تضررا من الإعصار، وقد تعرضت لأضرار جسيمة في البنية التحتية، مؤكدا أن مديرية حصوين بحاجة ماسة لتدخلات عاجلة من الحكومة والجهات المانحة، ومطالبا بالدعم العاجل لتجاوز هذه الآثار والتعافي منها. طبعا احنا بحاجة إلى تعاون كبير من الحكومة المركزية ومن الجهات المانحة. المنطقة شبه منكوبة، خلال الرؤية اللي شفناها شبه منكوبة، يعني ظروف الناس يعني صعبة. المساكن راحت حوالي 52 بيت بس في المنطقة اللي نحن فيها اللي هي الوادي، والآن احنا في زيارة الكبريت وبنروح إلى حرضناوت وإلى المناطق هذه كلها نتفقد أحوال الناس. وإن شاء الله يعني قد بدأنا بفتح الطرقات، طبعا فتح الطرقات وليس تأهيلها، التأهيل يحتاج إلى إمكانيات كبيرة. والفخامة الأخ الرئيس وجه الصندوق لصيانة الطرق والأخ وزير الأشغال بين الصندوق يصون الطريق الدولية هذه كلها. عندنا مشاكل في الكهرباء وفي المياه وبحاجة إلى تدخل سريع من الأخوة في الحكومة. شاكرين للجميع جهودهم، وبإذن الله سبحانه وتعالى نبذل جهد يعني حيث ما وصلنا بإمكانياتنا وبالإمكانيات التي إن شاء الله يعني بتجينا، ونعيد المنطقة هذه رونقها ووضعها الطبيعي.